متتبعي الكرام، متابعي قناة الشوف سي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على في هذا البث المباشر على قناة الشوف سي في والحصيلة اليومية. متابعي قناة، 41 حالة إصابة مؤكدة بإقليم تازة، 41 حالة إصابة مؤكدة بإقليم تازة، عدد ليس بالسهل في منظومة كورونا وعدد مرتفع بالنسبة لإقليم كإقليم تازة. فالمزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي والجسدي. نتمنى الله يرفع علينا ربي هذا البلاء وهذا الوباء، ونتمنى ان شاء الله الصحة والعافية والسلامة الناس اللي متصابين، ونتمنى الناس اللي توفى الله يرحمهم في هذا النهار. متابعي القناة، فارتفاع نسبة الإصابات بالكوفيد 19 وخصوصا بإقليم تازة، هذا النهار تسجلت 41 حالة إصابة مؤكدة. متابعي قناة شوف تي في، حصيلة لا تبشر بالخير في منظومة كورونا. متابعي القناة، فنتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا العافية والسلامة للجميع. ف الكوفيد 19 هو وباء من الاوبئه القاتله. متابعي القناه، فالمزيد المزيد من التدابير الاحترازيه واقليم تازه بالاقاليم اللي عرفت تسجل مجموعه من الاصابات يوميا وحتى مجموعه من الوفيات تقريبا يوميه. هذا النهار كاين صفر حاله وفاه بالاقليم، لكن كاين 41 حاله اصابه مؤكده. فالله يرفع علينا ربي هذا البلاء وهذا الوباء، ونتمنى الخير والعافيه والسلامه للجميع. المزيد من التدابير الاحترازيه، الكمامات، مسافه الامان، التباعد الاجتماعي والجسدي والتعقيم والوقايه. فالوقايه خير من العلاج. متابعي القناه، نتمنى ونتمنى ونتمنى السلامه والعافيه للجميع المواطنين المغاربه. بهذه المناسبه تحيه خاصه للقوات الملكيه المسلحه المغربيه بضبط النفس في استعمال القوه وجراس على المرتزقه البوليزاريو، فتحيه لهم من هذا المنبر. فنسبه الاصابات بالكوفيد 19 بتازه 41 حاله اصابه مؤكده، اما الوفيات فكان صفر حاله وفاه مؤكده. ونتمنوا الناس يلتزموا 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 بالكمامات، يلتزموا بمسافه الامان، يلتزموا بالتباعد الجسدي والاجتماعي، وكذا التعقيم والوقايه. فالوقايه خير من العلاج. متابعي قناه شوف تي في، الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء ومزيد من المجهودات اللي كيبذلها عامل اقليم المدينه سي مصطفى المعزه. نتمنى تضافر جهود جميع المصالح الاقليميه وكذا باشا الاقليم وكذا مدير الامن الاقليمي اللي داروا واحد العمل جبار في استتباب الحاله الصحيه والحاله ديال الاستقرار من الناحيه التنظيميه. كان مجهود جبار ومجهود فعال ومجهود في المستوى رقم واحد. فنتمنى وان شاء الله الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء، ونتمنى الخير من عند الله والعافيه والسلامه للجميع. تازه 41 حاله اصابه هذا النهار، صفر حاله من حيث صفر حاله وفاه. فالمزيد من التدابير الاحترازيه، الكمامات، مسافه الامان، التعقيم والتبادل والتباعد الجسدي. وتوعد وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. والميساج ديالنا خصنا نكونوا ديما جنود مع المملكة المغربية ضد الكوفيد 19، وليس جنود مع الكوفيد 19 ضد المملكة المغربية. خصنا نعاونوا بلادنا في القضاء على كورونا. حنا ولينا كندخلوا يوميا عتبة 4000 إصابة يوميا، تقريبا عتبة 4000 إصابة كنتجاوزوها. فما نبغيوش ارتفاع نسبة الإصابات بالمملكة المغربية، كيخصنا ارتفاع نسبة الحالات، نسبة الشفاء، وانخفاض نسبة الإصابات. والناس والحد من الوفيات. فحياة المغاربة عزيزة علينا كاملين، والله يرفع علينا هذا الوباء. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كنتم مع الحصيلة اليومية، ونبدا الحصيله باقليم تازه. فهاد النهار تسجلت 41 حاله اصابه وصفر حاله وفاه. استودعكم الله متابعي قناه شوف تي في.